تحتضن مدينة سولو في إندونيسيا مسجد الشيخ زايد الكبير ليكون صرحاً عظيماً شاهداً على العلاقات بين البلدين. عام وثمانية أشهر كانت الفترة بين وضع حجر الأساس لمسجد الشيخ زايد الكبير في مدينة سولو في إندونيسيا وبين الانتهاء منه قبيل افتتاحه للعبادة. كانت البداية في مارس 2021 عندما وضع وزير الطاقة والبنية التحتية الإماراتي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي حجر أساس مسجد الشيخ زايد في مدينة سولو بأقليم جاوة الوسطى، ليتم تشييده بدعم من رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان خلال زيارته إلى جاكرتا في يوليو 2019. يأتي بناء المسجد في مدينة سولو كونها مسقط رأس الرئيس الإندونيسي جوكو ويدودو، وبنسبة تطابق تجعله نسخة طبق الأصل من مسجد الشيخ زايد في أبوظبي، أكبر مسجد في الإمارات العربية المتحدة، بالإضافة لبعض الزخارف ذات الطابع الإندونيسي، موضحاً عمق العلاقات بين دولة الإمارات وجمهورية إندونيسيا، والتي تمثل نموذجاً فريداً ومتقدماً في العمل المشترك. أقيم المسجد على قطعة أرض تبلغ مساحتها 3 هكتارات بتكلفة بلغت حوالي 20 مليون دولار، ليكون قادراً على استيعاب حوالي 10,000 مصلي، ويضم 4 مآذن، وتحيط القبة الرئيسية بقباب أصغر توضح كلها قيمته التاريخية المعاصرة وضمه لجميع المسلمين تحت إدارة الحكومة الإندونيسية. يعد المسجد نموذجاً حياً في العلاقات بين البلدان وفي نشر وإعلاء كلمة الإسلام، ومن المتوقع أن يصبح وجهة سياسية دينية رئيسية في الدولة ذات الأغلبية المسلمة الواقعة في جنوب شرق آسيا، ويضم مركزاً إسلامياً لتوفير التدريب الذي ترعاه دولة الإمارات لرجال الدين لتعزيز الاعتدال الديني. هذا المسجد وغيره من المشروعات التي لا يمكن حصرها ساهمت فيها الأيادي البيضاء لرئيس دولة الإمارات الشيخ محمد بن زايد، فالعالم الآن يشهد بمساهمات رجل الإنسانية الأول في نشر التسامح والسلام والتعاون في شتى المجالات. فلا تكاد تمر فترة وجيزة إلا ويحصد العالم ثمار المبادرات الإنسانية لدولة الإمارات بدعم من رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، حتى بات العالم كله الآن يشيد بمساهمات دولة الإمارات الإنسانية متمثلة في رئيسها الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رجل الإنسانية والمساهم الأكبر في نشر التسامح والسلام والتعاون في شتى المجالات.